طيب انا عايز اطمن كل جمهور الاهلي على استعدادات الفريق للمرحله المقبله، وعايز اطمن على بعض الكواليس المهمه اللي هنعرفها من زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل القناه الاهلي واللي متواجد في استاد مختار التتش بالجزيره. يا فاروق اهلا. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا فاروق. طبعا عندك كواليس كتير جدا أنا عارف، وبالتحديد فيما يتعلق بموضوع صالح جمعة، بس أنا عايز أخدها معاك بالترتيب كده نشوق الجمهور شوية. قول لي الكواليس المران النهاردة، آخر الاستعدادات إيه، الجانب النفسي الجانب المعنوي عند لاعبي النادي الأهلي قبل مباراة الجونة إن شاء الله يوم الأربعاء. خلينا يا امير قبل ما نروح للتمرين والكواليس والاعداد النفسي، خلينا يعني نتكلم بوضوح يا امير. الحمله الممنهجه اللي على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى مجلس الاداره اعتقد يعني مش هتفيد ولا هتزيد مع النادي الاهلي. من حقك ان انت تنقد وتقول، انت خدت بالك صح؟ ده اكيد ما فيش حد. انا عايز اقول لك يا امير ان مفيش حد من الجهاز الفني من اللاعبين من الجميع واخد باله من هذا الامر. وعايز اوصل رساله من خلالك يا امير، النهارده احنا متواجدين مع اللاعبين، للاسف الحمله اللي انتوا عملتوها بالعكس زادت لاعبي النادي الاهلي صلابه. حلو قوي. زادت لاعبي النادي الاهلي التحام والتماسك بهذا الامر. فانا من خلالك يا امير انا بشكركم وبقول لهم شكرا، متشكرين بجد والله ان انتوا وصلتونا لمرحله الدعم، وان اللعيبه حست بقيمه هذا الامر. والجلسه اللي كانت بالامس امير من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ولجنه التخطيط الكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف، يعني لما نروح لها نتكلم كان ليها اثر بالغ وشديد على لعيبه النادي الاهلي. لكن نقول لهم متشكرين جدا، لعيبه النادي الاهلي بتاع الامر جدا. 113 سنه مش من فراغ يا امير. طبعا. النادي الاهلي هيفضل هو النادي الاهلي الكيان الشامخ، ونسر النادي الاهلي هيحلق في كل مكان، ولعيبه النادي الاهلي فهم الامر وفهم هذا الامر. فبنقول لكم متشكرين. نروح بقى يا امير لمران الاهلي اليوم. سريعا طوى النادي الاهلي صفحه مباراه القمه. عندنا ايجابيات وعندنا سلبيات، وزي ما بنعترف بالايجابيات دايما علشان 113 سنه من النجاح ومن العطاء بنقف قدام السلبيات، بنعرف سلبياتنا ايه وبنعالجها. وده الامر اللي كان مهم جدا ان مستر ريني فايلر النهارده في بدايه المران وقف مع اللاعبين قبل ما يتكلم على الايجابيات يتكلم مع السلبيات. وعلى فكره يا امير اتكلم النهارده مع اللاعبين لاعب ووقف مع بعض اللاعبين وهنقولهم بالاسم. لكن خلينا نقول المران بدا في تمام الساعه 9:30. المسحه الطبيه اللي دايما طبقا لبروتوكول وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه، مسحه طبيه قبل المباراه ب 48 ساعه، ثم انطلق مران الفريق. مستر ريني فايلر كان ليه جلسات مع محمد هاني النهارده عقب المران، ويعني نقدر نقول جلسه امتدت لاكثر من نصف ساعه مع محمد هاني بحضور المترجم دكتور عمرو محب. ايضا كان في جلسه ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومروان محسن. مستر ريني فايلر وقف مع اللاعبين. ديفيد سيزا كان ليه جلسه ايضا مع محمود كهربا. نقدر نقول لعيبه النادي الاهلي شايفه الحمله الممنهجه اللي موجوده، اللعيبه كلها مركزه. خلاص طوينا صفحه لقاء الزمالك، بنركز في الجوله ومباراه الجوله رقم 22 للدوري امام فريق الجونه. النهارده مأمران اكثر من رائع للاعبي النادي الاهلي، تألق يعني بيستمر في تألقه. بادجي اللي نقدر باذن الله يكون واحد من المهاجمين المؤثرين جدا جدا في هجوم النادي الاهلي. طيب فاروق كلمني على كواليس اجتماع الكابتن محمود الخطيب بالامس مع الجهاز الفني واللاعبين، ايه اللي حصل بالظبط؟ بالظبط يا امير كان في الجلسه ما بين الكابتن محمود الخطيب الاول مع الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ، اتفتح فيها امرين مهمين جدا يا امير. اتفتح فيها ملف اللاعبين المعارين، مين من اللاعبين اللي خلاص يرجع للنادي الاهلي ومين اللي هيتم الاستغناء عنه. نشوف احتياجاتنا ايه المراكز اللي احنا هنحتاج فيها دعم خلال الفتره القادمه. هبدا احدد من اللعيبه المعارين اللعيبه اللي انا هحتاجها خلال الفتره القادمه، المراكز اللي بيعاني منها الاهلي من نقص، هل هتحتاج تدعيم ولا ابدا اشوف الاول ملف المعارين. ودي النقطه المهمه. الشق الثاني كان الشق من خلال الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين والتواصل معاه للبحث عن المراكز اللي بيحتاجها النادي الاهلي في قطاع الناشئين، ان الكابتن خالد بيبو يرشح مجموعه من اللاعبين في بعض المراكز اللي النادي الاهلي بيعاني منها من نقص في ظل الغيابات والاصابات، وباذن الله يكونوا
موجودين مجموعه من اللاعبين مع الفريق الاول للنادي الاهلي، ايضا الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصر اتكلمت مع الجهاز الفني واتكلمت مع اللاعبين على ضروره مصالح الجماهير النادي الاهلي، والبدايه طبعاً هتكون من خلال لقاء الجونه. الجميع بيعي وعارف قيمه هذه المرحله واهميه هذا الامر، ودايما يا امير بنقول ان السند والظهر للنادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني هو جمهور النادي الاهلي اللي عمرنا في يوم من الايام يا امير ما راهنا عليه وخسرنا الرهان. طبعا طبعا. طيب فيما يتعلق بقى بصالح جمعه يا فاروق، الامور ماشيه ازاي؟ وسمعنا كلام ان الراجل خلاص شارك في التدريبات بشكل كامل متكامل، وانه اصبح جاهز للمشاركه في المباراه، بل كمان ان في اهتمام بيه من قبل مستر ريني فايلر واحتماليه لتواجده في قائمه الفريق في المباراه المقبله. قول لي التفاصيل والكواليس اللي عندك في الجزئيه دي تحديدا. بالظبط يا امير، مش ازيد على الكلام اللي انت قلته، اهتمام، وصالح جمعه خلاص بيدخل حسابات مستر ريني فايلر في المباراه القادمه باذن الله هيكون موجود صالح جمعه، واعتقد ان في امور وفي جلسات تمت مع صالح جمعه. نتمنى ان صالح جمعه ان شاء الله واحد من اللعيبه المؤثرين، والفرصه جت لصالح جمعه، وزي ما بتيجي لاي لعيب في النادي الاهلي ان شاء الله صالح جمعه يكون على قدر المسؤوليه قدر امال وطموحات جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتراهن على صالح جمعه. كان في اهتمام من كل افراد الجهاز الفني سواء من مستر فايلر، من توماس، من ديفيد سيزا، بمتابعه حاله صالح جمعه. شايفه النهارده بيتالق في المران، بالامس كان موجود في المران الجماعي والنهارده بيشارك في المران الجماعي. ايضا كان في متابعه مع طبيب التغذيه لمتابعه وزن صالح جمعه اللي بدا في، يعني نقدر نقول وزن صالح جمعه في فورمه ان شاء الله مناسبه ان شاء الله ان هو يكون موجود مع عناصر النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وانا بقول لك يا امير بالتاكيد صالح جمعه ضمن حسابات فايلر للمرحله القادمه بدءا من لقاء الجونه. ده خبر مهم وسعيد لكل جمهور النادي الاهلي لما يمثله صالح جمعه من اضافه كبيره لصفوف الفريق، وطبعا كله بيكون طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه بالمدير الفني. لكن اخيرا يا فاروق، عايز اتكلم معاك بخصوص الاصابات، اخر التطورات وكواليس الاصابات، ومين ان شاء الله قرب يرجع، والاصابات الطويله اخبارها ايه كمان؟ نقدر يا امير ان نتكلم على محمد محمود خلال ايام. محمد محمود هيقترب من الدخول للمران الجماعي. يعني الكلام والحديث مع الدكتور خالد محمود ان طمنا على حاله محمد محمود، ومحمد محمود واحد من اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي ان شاء الله ويكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. خلال ايام هيشارك في التدريبات الجماعيه، بطمنك بطمن جماهير النادي الاهلي. ايضا حسين الشحات خلال يومين ثلاثه هيبدا البرنامج التاهيلي ويكون جاهز، يعني ان شاء الله حسين الشحات يكون جاهز ايضا لمباراه ان شاء الله الوداد ومباراتي الوداد في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي هيبدا يستعيد ببعض اللاعبين المهمين جدا، محمود كهربا برضو هطمنك هينتهي الايقاف بتاع الخاص بكهربا من الاربع اللقاءات القادمين، لقاء الجونه ثم لقاء المصري ثم لقاء وادي دجله ثم لقاء حرس الحدود اللي هيكون يوم 7/9. بعد 7/9 هيكون كهربا ان شاء الله جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي. ايضا اطمنك على حاله كريم نيدفيد يا امير. كريم نيدفيد النهارده كان موجود في الجيم بيأدي الجلسات التاهيليه وبيسير على البرنامج التاهيلي، خلال فترة قريبة إن شاء الله كريم نيدفيد هيكون موجود، يعني بنسبة كبيرة وليد سليمان هيكون خارج مباراة الجونة القادمة، أحمد الشيخ هيعود من جديد لقائمة الأهلي في هذا اللقاء. وبالمناسبة يا أمير دايماً بنضرب بالنادي الأهلي المثل، وبنضرب المثل بلعبة النادي الأهلي، زيارة وليد سليمان لمحمد عبد الشافي بالامس لقت استحسان الجميع والجميع اشاد بيها، وهو ده النادي الاهلي، هم دول ولاد النادي الاهلي، وهو ده دايما وليد سليمان. وانت يعني بجمله الحملات الموجوده على النادي الاهلي يا امير، الحمله ايضا اللي معموله على وليد سليمان، وليد سليمان واحد من لعيبه اصحاب الخلق الرفيع طبعاً طبعاً. ودايما بنقول ادي رساله بيوصلها وليد سليمان لزيارته لمحمد عبد الشافي. اطمنك يا امير واطمن كل جماهير النادي الاهلي على جاهزيه لعيبه النادي الاهلي، خلاص طوينا صفحه مباراه القمه، بنركز في المرحله القادمه بدءا من لقاء الجونه باذن الله. ان شاء الله يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح من رئيس القناه الاهلي اللي قال لنا كل الكواليس اللي تتعلق بمران اليوم، وقال لنا كمان بعض الاخبار المهمه والسعيده لجمهور النادي الاهلي.